الدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس جامعة عين شمس السابق وأستاذ علم النفس في جامعة عين شمس. مساء الخير يا دكتور، أهلا بيك. الحقيقة أنا عايز أسألك عن سيكولوجية الشعب المصري، هذا الشعب العظيم اللي يتصور البعض أحيانا أنه خلاص استسلم لأمر الواقع أو أنه ثائر وغاضب وحيحطم كل دولته، فإذا به يفاجئ الجميع بوقوفه داعما للدولة ورافضا لمحاولات دفعه مرة أخرى إلى تخريب وتدمير الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني خلينا بس في البداية نقول ان من الصعب جدا جدا يعني لأي حد ايا كان جماعات الضغط، سواء كانت جماعات الضغط الداخلية او خارجية، لا تستطيع ان تنال من تماسك ولحمة الشعب المصري. دي مسألة يعني اعتقد ان اللي بيدلل عليها وبيكشف عليها كل الخبرات السابقة. وعلى فكرة ليست هذه هي الدعوة الاولى والاخيرة التي دعت عليها جماعات الضغط في الداخل والخارج وتم نزغ خيوطها بإحكام استغلالا لطبيعة الظروف الاقتصادية اللي لا يخفى على أي حد سواء في مصر أو في العالم العربي إقليميا ومحليا ودوليا أنها أزمة دولية وليست محلية على وجه الإطلاق. يعني صحيح، يعني الصراع الأوكراني الروسي أنا أتصور أنه بيلقي بظلاله. على فكرة يا فندم، يعني تقريبا الشتاء ده سوف تشهد شاشات التلفزيون طوابير تصل إلى يعني مئات الكيلومترات للبريطانيين وفي أوروبا، تقريبا يعني لن يجدوا ما يمكن ان يطلق عليه الوقود للتدفئه في الشتاء اللي جاي ده على طول اللي احنا بنستقبله دلوقتي. يعني اذا معنى اللي احنا بنقوله ده ان دي ازمه كبيره جدا. لكن خلينا نكون معترفين ايضا ان هناك نوع من القصور الداخلي في بعض اجهزه الدوله، لانها ما قدرتش برضه تعكس الانجازات الرائعه القوميه العملاقه اللي قامت بها مصر خلال الفتره اللي فاتت بصراحه شديده جدا. يعني خلينا نوع من الاستفسار الذاتي، يعني زي ما معاليك تفضلت وقلت في المقدمة بتاعتك ان في البعض استغل الازمة الاقتصادية وبدأ يلعب ويخش لفكرة التسخين والاتجاهات. الناحية التانية في بعض الوزارات توانت بشدة وخاصة يتصدرها الاعلام بكل روافضه، دي ما فيش فيها كلام ولا جدال، مقروء مسموع مرئي مكتوب كله. ليه؟ لان في الوقت اللي كانت على ارض الواقع جغرافية مصر بتتغير يا فندم، جغرافية مصر بالفعل بتتغير من خلال المشروعات العملاقة الانتاجية في كل مناحي الحياة، في الوقت اللي فيه شرايين بتدب في محافظات جديدة موازية للقديم في فترة وجيزة لا يمكن ان يطلق عليها الا اعجاز كبير جدا، المنيا الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط، هو في ايه بالظبط؟ في الوقت ده بالذات هتلاقي الوزارات كلها مشغولة تكنوقراطيا بحاجات غريبة جدا جدا جدا، سايبين الهيئة العامة للاستعلامات. اولا الهيئة العامة للاستعلامات فين دورها في المسألة دي؟ الراجل ده لازم يعرف القيادة بتاعته دي من ساعة ما تولد سلطة الحكم لحد الآن عملت له ايه على ارض الواقع. هم مختزلين في شوية كباري، القضية مش شوية كباري ولا انفاق، ده هو تعديل لبنية تحتية ومشروعات قومية عملاقة لم تشهدها مصر في احدين سابقين قبل السيسي. ودي مسألة واضحة للعيان مفيش فيها اتنين يختلفوا عليها. ومع ذلك هتلاقي ان الشعب المصري، لو انت انا طبعا انا استاذ في قياسات الرأي العام، المرحلة اللي فاتت أنا لما قست التزورات والنبض اللي موجود تحت يقول لك لا للتخريب لا للفوضى. يعني بالكومن سنس الشعب تحت واعي كويس قوي قوي إن صحيح. أي محاولات لهدم وحدة الشعب المصري بيتم مرادفتها بمنطلقين اتنين، فوضى وتخريب. الفوضى صحيح. والتخريب هتعود في الآخر علينا إحنا في نهاية الأمر، علينا إحنا كشعب كوحدة واحدة. فأنا شايف إنها دعوات كمثلها قبل كده يعني تقريبا لقت فشل ذريع لسبب واحد كمان، ان من هو الذي يدعو اليها؟ الشعب المصري في الهيدن اجنده بتاعته هو مش ناس اللي حصل في مرحله ثوره يناير وما اعقبها من محاوله الاطباق على الحكم، هو مش ناس الكلام ده. فتقريبا يعني انا شايف انها تبقى محاولات محدوده جدا جدا واستغلالا لوضع انا شايف ان شاء الله اقتصاديا احنا قدام مرحله بتبشر بالخير اقتصاديا يعني. نعم. شكرا لك دكتور فتح الشرقاوي نائب رئيس جامعة عين شمس السابق أستاذ علم النفس بالجامعة، شكرا لك. يعني